انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات كثيرة عن مرور الفنان رشوان توفيق لضائقة مالية شديدة، الأمر الذي اضطره إلى استخدام تاكسي أثناء عودته من عزاء الفنانة رجاء حسين لمنزله. وكشف رشوان توفيق حقيقة تلك الشائعات ضاحكا أنه لا صحة إطلاقا لتلك الأخبار، وأنه دائما يتعرض لشائعات سخيفة على السوشيال ميديا. وأوضح الفنان الكبير حقيقة الأمر في تصريحات صحفية قائلا: عربيتي كانت موجودة في اليوم ده مع حفيدتي لأني ما بخرجش كتير، فبسيبها ليها تعمل بيها مشاورها، وما كنتش عارف إن أنا خارج اليوم ده، وأنا مقلتلهاش لأن الأمر لا يستدعي. وأضاف أنه قرر الذهاب لعزاء الفنانة رجاء حسين على الرغم من إصابته بكسر في قدميه، ولكن كان لابد من توديعها وتقديم العزاء، فقرر أن يستخدم تاكسي أبيض لأن المكان قريب من منطقة سكنه. وقال: كفاية شائعات بقى، بجد عيب إنكم تقولوا عني حاجة زي دي، أنا الحمد لله ربنا كرمني ومش محتاج حاجة من حد. ربنا يديله الصحة، وهنشوف بقى أسرار أعتقد ما تعرفهاش عن مشكلته الأخيرة. وجه الفنان رشوان توفيق عتابا لحفيده ووالدته بعد قبوله مبادرة اليوم السابع للصلح بينهم قائلا: بالنسبة لمحمد وآية عندي عتاب بسيط، وبقول لهم ما شفتوش إن أنا عملت حاجة كويسة طوال السنين ديت كلها. وتابع: الحاجة الهامة وسبب المشكلة دي إن أنا عايز أكرم بنت ابني المرحوم توفيق، لأن اكتشفت إن البنات خدوا أكتر من أخوهم، فأنا وهبة بنتي ربنا يكرمها قالت أخويا ياخد ضعف البنات، وأول واحدة مضت واتنازلت عن حاجة صغيرة، والقرآن قال ده إن الولد ضعف البنت. ولفت الفنان رشوان توفيق قائلا: كل بلاء نتيجته خير، وأنا على قيد الحياة بفضل الله وجدت حب الشعب المصري الطيب ليا. ومن ناحية أخرى، فجر مجدي مهران اللي هو محامي رشوان توفيق مفاجأة، إذ صرح بأن المحامي محمد عصام الدين اللي هو محامي نجل آية رشوان قبل مبادرة الصلح، تمنى أن تقبل آية الأمر ذاته وتأتي لحضن والدها وتنتهي هذه الأزمة. وأوضح أن النزاع الحالي تحددت له جلسات في المحكمة وتم تداولها، وهناك 3 جلسات أخرى، الأولى منهم في 4 ديسمبر المقبل، والثانية في 20 ديسمبر، والثالثة هتبقى في 29 ديسمبر. وعن ماهية تلك القضايا أشار إلى أنها كلها تدور حول بطلان التوكيل الصادر من الابنة لأبيها رشوان توفيق، بالإضافة لبطلان التصرفات التي نفذها بموجب هذا التوكيل. وأردف: حين كان الفنان المصري يشتري أي عقارات أو ممتلكات كان بيسجلها باسم ولاده، وهم بيصدرون توكيلات لوالدهم كرسالة طمأنينة بأن هذه الممتلكات كانت ستظل ملكه، وبموجب هذه التوكيلات يستطيع أن يبيع لنفسه وللغير أيضا. وأوضح أن الخلاف قائم بشكل شفوي منذ 3 أشهر، إلا أن القضاء دخل على خط الأزمة قبل شهرين تقريبا. وعن رد فعل رشوان توفيق لدى علميه بالقضية المقامة ضده، أكد المحامي أنه شعر بالحزن الشديد، مشيرا لأنه قال: من المستحيل أن تنتهي علاقتي بابنتي على هذا النحو. وتابع مهران: حزنه لم يكن بسبب الدعوى القضائية، ولكن كيف انقلبت المحبة لخصومة فجة بهذا الشكل. وفي تصريحات خاصة للوطن، كشف محمد عصام اللي هو حفيد الفنان رشوان توفيق وابن ابنته آية رشوان، كشف حقيقة الأمر والتي جاءت مغايرة تماما لما تم تداوله، حيث نفى أن يكون هو ووالدته قد رفع قضية حجر على الفنان الكبير رشوان توفيق قائلا: إزاي جوز بنته حفيده هيرفعوا عليه قضية حجر؟ اللي يفهم في القانون لازم البنات مجتمعين كلهم هم اللي يرفعوا قضايا الحجر. وقال: مفيش أي كلام بيتم ترديده ده صح، وجدي لم يصرح إطلاقا بأننا رفعنا عليه قضية حجر، وسنقاضي كل شخص شهر بنا وبوالدتي ووالدي، لأن هذا الكلام عار تماما من الصح، وهذه المعلومات المغلوطة تسببت في أزمات لنا في الشارع. عن حقيقة الأمر، أوضح حفيد الفنان رشوان توفيق أن والدته كانت عاملة لجده توكيل من فترة كبيرة بنته، وبتثق فيه ثقة كاملة وحاجة طبيعية. اتفاجأت من فترة إن جده بموجب التوكيل ده
بيتصرف في حاجات مكتوبة باسمها وملكها بشكل غريب، وبياخد منها حاجات بدون علمها وبدون ما يقول لها، وبيتصرف في الممتلكات ديت اللي هي بتاعتها. وأضاف الحفيد أن والدته طلبت من جده أن يذهب معها للشهر العقاري لإلغاء التوكيل لأنها لم تعد ترغب فيه، ولكنه رفض تماما. وكمل الحفيد رشوان توفيق قال: والدتي ما كانتش عارفة تعمل إيه، واتكلمت معاه كتير ولكنه رفض، وجه قعد معانا ومشي وما كناش عارفين نعمل إيه. وأكد إنه اكتفى بإرسال إنذار قانوني لجده لكي يتم حل الأمر ويلغي التوكيل بحضوره، ولكنه لم يستجب أيضا للإنذار. وكمل برضه الحفيد إلى أنه لم يكن هناك حل نهائي لإلغاء التوكيل إلا عن طريق رفع قضية مدنية لا يوجد فيها أي أحكام تلحق الضرر بجده أو إلزامه بتعويض أو أي شيء من هذا القبيل. وكانت هبة رشوان قد ظهرت مع عمرو أديب وكشفت إيه الحكاية بالظبط، إن هو عنده 4 شاليهات كان طبعا جايبهم من شعبه ده طوال السنين الطويلة اللي فاتت، وهو قال إن هو يوزع ال4 شاليهات دولت على عائلته، فإدى كل بنت من بنتيه اللي هما آية وهبة شاليه، وإدى ابنه الراحل توفيق شاليه، كده بقوا 3 شاليهات. الشاليه الرابع وزعوه بالتساوي بينهم هما الثلاثة، بين ال3 بنات اللي هما بنتيه آية وهبة وبنت ابنه الراحل. تقريبا حد قال له كده القسمة مش مظبوطة، لأن ابنك الراحل ده المفروض ليه للذكر مثل حظ الأنثيين، فيبقى أنت كده ما عدلتش. فراح هو تقريبا اقتنع بالأمر ده هوت، وخلى الشاليه الرابع باسم ابنة ابنه الراحل توفيق، طبعا بدون ما تعرف بنته آية، ده بموجب توكيل بنته آية كانت عاملاه ليه. لم تجف دموع عليها بعد منذ رحيلها عن الحياة يوليو الماضي عقب قصة حب وزواج دامت لأكثر من 62 سنة، فبمجرد حديث الفنان رشوان توفيق عنها يجهش بالبكاء، يتذكرها دوما بكل الخير واصفا إياها بالطيبة والأصيلة وعشرة العمر والحياة خلال استضافته في ندوة بالوطن. النهارده فات 3 شهور بالتمام والكمال على فراقها. بهذه العبارات بدأ رشوان توفيق حديثه عن شريكة حياته والتي تعرف عليها خلال دراسته بكلية الحقوق، حيث أعجب بأخلاقها وحسن طلتها أثناء زيارتها لجارته، مقررا الزواج منها رغم أنها لم تتجاوز ساعتها 17 ربيعا. واعتراض بعض أفراد العائلة على ارتباطها بشاب لا يزال في مقتبل حياته، إلا أنهما تزوجا عام 1957. عاش معا رحلة طويلة من الكفاح منذ أن عاش سويا في منزل والدته، حتى تمكن بعد سنوات من شراء منزل خاص به في ظل ثقل الأعباء المالية عليه، إلا أنها تحملته بها. ويقول: ساعات كنت ببص لها وهي نايمة وأقول الست دي فولاذ بجد. ويتابع رشوان توفيق عن زوجته الراحلة: بصلي الفجر وأبص على صورتنا سوا وبزورها كل أسبوع، ورغم رحيلها إلا أنه لا يزال يسمع ندائها له من حين إلى آخر.